تعالى يا بت، تعالى يا بت. ترمي كله قدام عينك من الاول عشان تبقي شايفه وخابره وعارفه انت هتعاشري مين. ها افهمي عشان ما تضيعيش، انت لسه شباب. القهوه اقول عليها زياده، تيجي مظبوط رقبتك هتطير، فاهمه ولا لا؟ كلمة تخرج من الدار دي سمعتيها انت فاهمة، هقطعها قطيع، ما عنديش يعني ما ها؟ ايوه ايوه، ودخلت وقعدتي من غير ما تبوسي يد سيدك، هعدي لك الغلطة دي، بوسي. كفاية كفاية كفاية، ايه انت جعانة ولا ايه؟ بوسي. خلاص كفاية، خلاص خلاص خلصنا خلصنا. عايز أقول لك على حاجة، الرعب اللي أنا مسببه للبلد ده هون والشر اللي انا بس فيه، كل ده كوم ده منظور تاني، لكن منظور بيه مع الستات حاجة تانية خالص. تلاقيني هايف، احب الدلع انا واحب الحريم. ايه بنت الحلاوة دي؟ ما شاء الله، ايه دي؟ ودي كبيرة حبتين. ده حلق يا منظور بيه. ايوه 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 ايوه، ربنا يزيد. بت يلا يا بت، كبسي ظهر يا بت، كبسي. يخرب بيتك، مال يدك تقيلة ليه؟ مش يد ست، دي يد راجل. مالك؟ ما انت يدك حلوه زي الفل اهو. ازيك يا بت يا صبري؟ مالك يا بت، في ايه؟ في ايه يا بت؟ هي ما قالتلكش انني ملبوسه؟ مين اللي قالتلي؟ ومين ملبوس؟ مين لابس مين؟ حد انا ما اعرفش حاجه. اديك عرفت. طب اعملي هني دلوك، يعني انت مين؟ ولا انت لابسها ولا هي اللي لابساك؟ ولا انتوا التنين عايزين تلبسوني؟ انت عايز ايه؟ انت مين؟ اني ثروت. ثروت؟ طب وانت ليه لابس الولية دي يا عم ثروت؟ الحب. حب؟ طيب ربنا يهنيكم ببعض. ده انت حلتها يا عم ثروت. انا اطلع بره وانتوا التنين تحبوا بعضيكم انتوا صبري، وخذوا راحتكم، الدار كلها تحت امركم. انت بس لو عزتوا حاجه اوقف وقولي اه يا مندور، تلاقيني خدام تحت رجليك. بس ابو سيدك فكاد يا عم ثروت، سلام قولا من رب الرحيم. لا بص ليش كده، انا بخاف يعني. شوف انا عامل ملاهي الشيطان وكل حاجه، بس انا بخاف. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا عم ثروت؟ تعال هنا. ولا هنا ولا مش هاجي يا ثروت. تعال هنا. حياتي انا مين؟ انا جاي يا ثروت. تعال هنا. انت يا زفتها سوي. اوامرك يا مندور بيه. عملتوا ايه في الولية اللي جابت البلوه دي؟ قتلناه. حلو حلو حلو، الحمد لله. ليه يا مندور بيه؟ ده هي اللي جابت لك ست الحسن والجمال. حياه النبي، طب سلم على ست الحسن والجمال. ازيك يا ست الحسن والجمال؟ اهلا اهلا. شوف ما طلعتش ست الحسن. قول لها انت مين؟ قول لها انت مين؟ انت مين؟ انا ثروت. يلا خد على الزريبه يا ما فينا، تسيبها لوحدي. امشي امشي، خد هترتاح يا عم ثروت. الزريبه كل زي ما اتفقنا، زي ما اتفقنا. امشي امشي. خد. لا خدها انت، خدها انت. امشي امشي، روحي يا عم ثروت، روح روح. اسود ده الا للسودة دي، ده الظاهر من كتر الناس اللي قتلناهم هيطلع على دماغي. استر يا رب. سلم قوله من رب الرحيم. مين؟ أني ثروت يا مندور. أنت لسه ماشي ثروت ولا اللي مشي دية البيت؟ أنا ما بقتش فاهم حاجة، عايز مني إيه؟ أني موجود معاك يا عم نمرة السرايا، عايز مني إيه؟ أني حبيتك. والمطلوب؟ أقعد معاك وأسيبها. خلاص تقعد معاي، وانا زي ما انت شايف يعني ربنا فتح عليا وعامل ملاهي للشيطان، انت اللي هتمسكها ومرتبها تشوف، بس الحمايه الاول. بجد؟ هتحميني؟ احميك. ربنا يبارك فيك يا عم ثروت، واهم حاجه ما تطلعليش وانا لوحدي بعد كده، نتقابل في الملاهي، اتفقنا؟ اتفقنا. بالسلامه انت، بالسلامه. استبيني استبيني. الحمد لله الحمد لله.